قال الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ثم قال جل ذكره وكانوا لنا خاشعين. الخشوع في اللغة الخضوع، لكن في طريقة القرآن في الغالب الخشوع يطلق على ما يتعلق بالجوارح، والضراعة تطلق على ما يتعلق بالقلوب، فإذا تضرع القلب خشعت الجوارح. وهناك خشوع وتضرع وخشية وخوف، وكلها الأربع وغيرهن مما يشابههن في اللفظ والمعنى من مقامات الصالحين، ولا يكون بينهما كبير فرق، لكن المراد أن بعضها يستعمل دون بعض، كما قلنا الضراعة في أعمال القلوب، والخشوع غالبا ما يكون في أعمال الجوارح. قال الله عز وجل وكانوا لنا خاشعين، فلما تضرعت قلوبهم خشعت جوارحهم عليهم السلام جميعا، وهذا أمر وصف الله عز وجل به عباده. قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشعت جوارحهم في الصلاة لأن قلوبهم متضرعة مقبلة على الله عز وجل بتلكم الصلاة. وهذا الخشوع ينبغي أن يكون مع الخشية في أهل العلم أكثر من غيرهم، ولا ينبغي للعالم أن يسقط هيبته في حديثه للناس، فإن سكينته ووقاره وتأودته مما يجعل الناس يقبلون على علمه. وقد جاء في سيرة الإمام مالك رحمه الله أنه حدث عن نفسه فقال إن أمي، أي أم مالك، إن أمي كانت تعممني ثم تبعث بي إلى ربيعة، يقصد ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك أحد علماء المدينة في زمانه، قالت يا بني اذهب إلى ربيعة واجلس عنده وخذ من خشيته وسكينته ووقاره وأدبه قبل أن تأخذ من علمه، وخذ من خشيته وسكينته ووقاره وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. فقد كانت تلك المرأة تعلم ما كان عليه ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله من الخشوع والسكينة والوقار التي جعلت علمه مقبولا في الناس، مع أنه في الأصل رجل من أهل فارس ويسكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كان السؤدد للعلم ساد رحمه الله، حتى كان أحد شيوخ كثير من علمائها ومنهم الإمام مالك رحمه الله.